بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل
بالساحلي يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.
إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا
ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن لك موعدا لن
تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة
ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه
إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا all the same. So we read Surah Taha and Surah Al-Anbiya after that. Surah Taha was revealed at the time. How many hijras, by the way? We know the hijra to Medina. The Muslims and the Prophet, not the Prophet, the Muslims made hijra somewhere else before they made the hijra to Medina. How many hijras are there? How many hijra? Ethiopia, Al-Habasha, beautiful. So there was 2 hijra. The time between, thank you, between the hijrah that the Muslims, when Nabi Sallallahu Alaihi gave them permission, they went to Al-Habasha, Abyssinia, Ethiopia nowadays, not only Ethiopia, it's the whole area, and Al-Isra wal-Mi'raj, this is the time that Surah Taha came, which was in Mecca. There is something, few special things about Surah Taha. One thing is Abu Umama, one of the friends of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahaba, he said, he narrated the Prophet ﷺ said, Ismullahi al-A'zam, the greatest name of Allah, that if he is to be asked something with, ajab, qala fi thalathi suwar, fi surat al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. The greatest name of Allah, that this is like the secret code, if you say it in your dua is accepted, that greatest name of Allah is mentioned in three surahs, al-Baqarah, Ali Imran, and Taha. And then he said, some scholars said, the name that's being repeated in those three surahs are, can somebody try, sisters? I'm coming back to you. If nobody gets it, you get it. Can somebody give it a guess or try? Yes, Dr. Al-Hayyul Qayyum, Ahsant. I need some help in here. Where is the youngster? So, you, okay. Watch your eye. الحي القيوم. Make sure as you make dua you say يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. Oh الحي القيوم give me this. It is also in the greatest name or greatest ayah in the Quran. Surah Taha, it has another name. What is the name, the other name of Surah Taha, if you would guess? It's named after one of the prophets. And he is mentioned in Surah Taha. This is very difficult. Come on guys, what did you eat for iftar today? Iftar salah. Akid Musa alayhi salam. Prophet Musa, it's called also Surah Musa. Some scholars said such. What is the theme? Thank you for your honesty. All right, so the theme, what could be the theme of Surah Taha?
Usually you can get an idea from the first ayah. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. This Quran is not coming for you so you suffer. It's not. Youth, us, elder, younger. Sometimes we think I become religious, I lose, you know. It's gonna be halal and haram. There's so many businesses I cannot start. I cannot get these kind of loans, you know. No, it's tashqa, there is shaqa. No, Allah is saying, this Quran is not coming to make your life miserable. It's the other way around. It is the other way around. ما شقي أحد بالدين. الشقاء كله في البعد عن الدين. Actually, the miserable people are those who are far from Allah, away from Allah, away from the way of Allah, the manhaj of Allah subhanahu wa ta'ala. The all success is being with Allah subhanahu wa ta'ala. And there is something special about the first few ayat of Surah Taha. There's a story in the seerah. Those few ayat were so special in the life of somebody who will become one of the giants of Islam later on. Who was this person? What is the story? Quickly, raise your hand. Who sponsored the iftar, the community iftar today? What kind of food? Huh? Everybody's like, what? Yeah, alhamdulillah, happy dream, brother. Yes. Sayyidina Umar, Umar ibn Abdul Aziz, right? Oh, somebody is, okay, you didn't get iftar yet. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, what happened is when he heard Umar ibn al-Khattab, we know the story, right? He was so furious against Islam and Muslims and one of the fiercest enemies of Islam. But he, Usama, pass it on, please. When he, close the door, when he came to where the Muslims and Prophet Muhammad ﷺ were in the first 3 years, they used to make secret, meet secretly, and Nabi ﷺ would teach them. Where did they used to meet, by the way? Raise your hand. They used to meet secretly at the house of somebody. It was known. Habibi, المهندس راجع بتفضل. Hafsa, you always answer wrong and I always give you a chocolate. Alhamdulillah. Yaman. Huh? Dar al-Arqam, what is the address? No, you're fine. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Did you know that al-Arqam was such a young person? Very young at this time. 13? 14? I don't know. Was he 14? 14, 15. And he offered that kind of support to Islam that no one else could do it. He opened his house for the Prophet ﷺ. It's so dangerous. Dangerous. If somebody knows about that, he is in trouble. But he did it. Umar radiallahu anhu came when he heard that they meet there. And he was coming to literally do something bad. Nabi ﷺ got him. He knocked on the door. And you can imagine, nobody wanted to open the door. This is Umar. He said, Nabi ﷺ stood up and he opened the door and he held Umar radiallahu anhu, he caught him by his cloak. And the seerah narrations would go, it's like he raised him up as if he is holding a little toy. And he said, Ama ana laka ya Umar, is it not yet time for you? He heard Surah Taha. That also happened. It happened a couple of times, but Nabi ﷺ or Allah subhanahu wa ta'ala allowed Umar to hear the beginning of Surah Taha and then he accepted Islam. Listen to this. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us this is the way from Allah. It's coming to you not to suffer, not to make your life hard. It is coming to make your life easy. That's also clear when you read on Tanzeelan. This Tanzeel, this revelation coming down from up, Allah subhanahu wa ta'ala, not any jiha, not He is in a way that fits His Majesty subhanahu wa ta'ala to us. مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضِ, from the one who created earth and sky, العُلَى, السماوات العُلَى, الرَّحْمَنُ وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. He is from all the names of Allah. He said this revelation is coming to you from who? From Allah, from the greatest. No, he said from الرَّحْمَن, from the one who is known to be merciful and kind. Rahman is Rahman to all, merciful to all, not only to the believers. This way is a way of mercy, is a way that's coming to you from the merciful. It is a way that's meant for your success and to make your life easy. To make your life easy, right? When you, all the physicians here tell, let's say, tell your patient, don't eat this. It's, alhamdulillah, we don't drink anyway, but you don't drink, you don't. It looks like it's a deprivation. Why would you tell me this? No salt, no sugar, no. But it's actually for their benefit. So when Allah tells us do this or don't do that, it looks like He is preventing us from things that are beloved to us, but it's for our success, it's for our
benefit, and that's we read all of this from تنزيلا ممن خلق السماء الأرض والسماوات العلى الرحمن. This revelation is from الرحمن. And then the surah goes on. It will stay with Sayyidina Musa عليه السلام for quite a while. From the time he will see some light or fire, he will go to check out. It's Allah talking to him. But then Allah subhanahu wa ta'ala is relieving him. Do you know who am I? إني أنا ربك. I am your Lord. And he's talking to him. And then there is one word or one sentence that's being repeated in a marvelous way several times. Did you notice it? Did you notice it? I need somebody to answer. Two words. Don't what? لا تخشى. That's one of the form. لا تخف. لا تخافا. لا تخشى. لا تخاف دركا ولا تخشى. Several times this word, don't fear. Don't fear. I am by your side. I am here. Thank you, Usayr. So from the beginning, I'm your Lord. When he showed him the miracle, he said, ألقي ما في يمينك. Then he said, قال خذها ولا تخف. Take it and don't be don't fear. We will support you. Then Allah reminded Musa عليه السلام, didn't we take care of you already? If أوحينا إلى أمك ما يوحى, when we give this wahi to your mother and she trusted us, she trusted the command from Allah, she threw you into the water and then you were taken care of. Didn't we send your sister, and your sister told those people, I know people who can feed him. So he's taking care of Musa عليه السلام all through. Now it's time to go to Fir'aun and talk to him. اذهب أنت وأخوك بآيات قال ربنا إننا نخاف. He said, our Lord, we are afraid. He's going to do something. قال لا تخاف. Again, don't fear. I am with you. أسمع وأرى. I hear and I see. That is the message of Surah Taha. The way is when you, the way is there for you. When you are on the way of Allah subhanahu wa ta'ala, He is with you. No fear whatsoever is going to happen to you. The surah goes on and he goes to face Fir'aun. And they said, no, it has to be in front of everybody. And then again, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. One more time, he threw the stick and it turns to be a snake. And he was like, kind of, is it going to work? Is it not going to? قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ أَلْقِهَا وَلَا what? سَنُعِدُهَا سِيَرَتَهَا الْأُولَى. So Allah subhanahu wa ta'ala is supporting and giving that touch for Sayyidina Musa alayhi salam, successful example. Don't think that by us following the deen, خلاص, everything is going to be rosy, alhamdulillah, be a Muslim, so everything will be easy. It's not like this. Yes, you will go through some stuff like Musa alayhi salam, however, your heart will be mutmain. You'll be strong enough to face anything because this life is meant to be such. So he was faced with everything, but Allah subhanahu wa ta'ala supported him. Another example of those who believed in the way of Allah, as-sahara. Those magicians that Fir'aun himself brought, and then they saw that it's real, it's not magic, it's from Allah. They were, they took the iman, they took the way of Allah, and no matter what Fir'aun threatened them, he's going to do, they were strong. One failing example was a Samiri. A Samiri is somebody who saw everything. However, no, he decided to go deviant and make and form this calf for Bani Israel, and he even told them, this is your Lord, go worship him. But towards the end of the surah, quickly, we read the story after Allah subhanahu wa ta'ala talks about the day of judgment. Then we read the story of Adam alayhi salam, Prophet Adam alayhi salam, and how Allah showed him the way. This is the manhaj, this is the way, فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا, and this is your enemy. Let him not take you out of the Jannah, or else he will suffer. Then it goes on, فَنَسِيَ, Adam forgot, وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, he didn't have this determination. But Allah, he repented and Allah accepted his tawbah, and then Allah gives a comment. قَالَ اهْبِطَ مِنْهَا جَمِيعًا, it's time to go down, all of you. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى, then when a huda, when a guidance comes to you from me, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَى, those who follow this guidance of mine, فَلَا يَضِلِّ, they will never go deviant, they will never drift, وَلَا يَشْقَى, and they will never suffer. They will never suffer in the sense of whatever they go through, they are happy, they will be able to deal with it. وَمَنْ أَعْرَضْ, and those who turn away from dhikri, from my remembrance, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً, here, ضَنْكَ, he will have this kind of miserable life, even though they live in mansions. They have everything, they materialistic, all, everything they want. But it's a مَعِيشَةً ضَنْكَ, because they are away from Allah. They are away from the source of happiness.
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. On top of that, they will be blind on the day of judgment because they were here at such. So the surah is going that in that form, subhanAllah, giving us the way of happiness. The way of happiness is with Allah, is with the way of Allah subhanahu wa ta'ala, is by adopting the way of Allah subhanahu wa ta'ala and beware from the enemy, beware from shaitan. And then at the end, the beautiful ayah قال, وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ. No, not this one. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. No, before that, the ayah, couple of ayahs before that. Help me, يا ولد. لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. فَاصْبِرْ. This is the formula here. فَاصْبِرْ. Endurance, patience, forbearance. عَلَى مَا يَقُولُونَ. Against anything that anybody could raise against you, be patient. It's going to happen. If it happens to Muhammad صلى الله عليه وسلم, it's going to happen to you. وَسَبِّحْ. And use the tool of تسبيح. What is تسبيح? Glorifying Allah. Remembering Allah and glorifying Him at all times. بِحَمْدِ رَبِّكَ. Praising or celebrating the praise of your Lord. أَنَاءَ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. At night and in the day, that you may reach the ultimate level of happiness, which is تَرْضَى, رِضَى, to have this content. رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا. I am happy and pleased and content and satisfied with Allah being my Lord. What we say in the morning and after Asr, in the afternoon, is an announcement of our رِضَى. How to do that? Follow the way of Allah. The tools is be patient and use tasbih, be close to Allah at all times, constantly. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding and give us the amal. Couple of questions, because I know you guys love chocolate, no? Sulaiman, do you? No? Okay. طيب, سورة بدأت باسم من أسماء الله تعالى الحسنى. There's one surah in the Quran that begins with one of the beautiful names of Allah. What is the surah? Yes, sir. الرحمن. أحسنت. One for you and one for him. لكن نرفع الأيادي مرة بعد كده إن شاء الله. فضل يا أخي. Pass it on. Beautiful. سورة الرحمن. طيب. Oh, there was one صحابي, one companion, friend of the Prophet صلى الله عليه وسلم. He used to play with a little kitten. And he was even named or given the nickname after this cat or kitten. Who was the صحابي? Abu Huraira, are you sure? I think if it was you, you would be playing with a lion, Dr. Tariq, no? Play with a cat? Alhamdulillah. Can you pass it on to him? Abu Huraira. Abu Huraira is the kitten, the man of the kitten. So that's what, sometimes we think of the Sahaba as like, no. So one of them was playing with a kitten in the masjid that the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam called him Abu Huraira. What was his name, by the way? His actual name, if you wish. Abdul Rahman, or that's a right answer, or it's not confirmed Abdul Rahman, or Abdullah. Say Abdullah, right? Nobody claims it. Qul ya Dr. Dali. Mashi. Can you tell me who are al-a'imma al-arba'a, those four imams that passed all the ilm to us, ilm al-fiqh wa ilm al-furu'. All the four imams, if you miss one of them, you're out. Yes, sir. الإمام أبو حنيفة النعمان الإمام الأعظم. نعم. أنس بن مالك. مالك بن أنس. ركز. طيب. في الآخر هذا. الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا. بس أنا يا دكتور طارق. خدش بقى الشغلات كلها. هنا. أحسن. Somebody give the suggestion for أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه after the Prophet صلى الله عليه وسلم passed. He told him all the Quran was memorized and was also written, but it was not in one place, in one book, simply because the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was still receiving an ayah here to put it there, put it in this surah. But now Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam passed away. We have all the scribes, we have everything, wood, bones, written on different things. Somebody give Abu Bakr, being the Khalifa, the suggestion, why don't we get it all in one book? And it went on for a little bit, but then he finally accepted it. Who was this person? Yes, brother. Umar ibn Khattab, do you agree? No. You don't agree? No. You better agree. Now, Uthman will come later, but thank you for trying. It was initially Umar ibn Khattab. Ya waladi, fain al-nas al-bitsa'i? Can you send him to help? Come on, please.
We're almost done. So two chocolate. So agree with your brother. Al-khilafu shar. Don't disagree. It's always shar. Both of these brothers right there. Ahsan. The first person ever to accept Islam. The first person to accept, the first Muslim after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in the ummah of Muhammad. The first one Muslim who was who? I give this for the sisters. I give this for the sister. Yes, go ahead. Huh? Sayyida, are you saying Khadija? Who is saying it? Everybody was saying Khadija, raise your hand there. Maybe it's Hafsa. Oh, it's Khadija. Okay, five of you come to get the chocolate. Khadija is the right answer. The last question, and it actually has to do with the surah. يعني Allah subhanahu wa ta'ala, as if he is telling Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, stick to this message and his ummah in return, be somebody who got azm. And he talked about Adam, فَلَسْيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. And he mentioned one of the five prophets of Ulul Azm, Rasul Musa alayhi salam. So, who are the five prophets of Ulul Azm min al-Rusul? If you say them all, you answer. You give it to everybody there, okay? Not only your friends. Go. All right, so who are the five Ulul Azm? And that's the last question. We need to give a chance. Give me one, Ya Abdurrahman. Prophet Ibrahim alayhi salam, that's true, and that's one so far. Thank you. Sorry. Nuh alayhi salam, ahsant. That's two. Musa alayhi salam, and that's three. Who's number four? Number four, raise your hand to follow. Raise your hand. Yalla ul. Alayhi salatu wassalam. Are we five so far? One is missing. One is missing. Rafi. Prophet Rafi. Prophet Isa alayhi salam, ahsant. Barakallahu feekum wa jazakum allahu khayran wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alayhi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirat wal-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالله من قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن
مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه إنني بريء إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا
فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون.
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين واكتبنا فيها من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين في أرض فلسطين يا رب العالمين اللهم دافع عنهم وانصرهم وأيدهم وثبتهم وكلهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا وخذ بأيدينا ونواصينا لما يرضيك عنا ويصلحنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين اللهم أحسن ختامنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وارفع مقامنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك مما سأل منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الله.